أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح جمعة الاعتقاد بشش فضائل الصحابة. صحابة شيء دزر دوش متقات شوي الصحابة بشوي فيمر زي السلام خلصنا سن أصحاب شأ سن وصيبو الصحابي صحابي ألشة أصحاب وخرج يهو وخرج ألشة. إذا من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ويفيمر زي السلام خلصن إيمان دلنا أورشة ويفيمر سبحانه قيادة ويفيمر جأجن ويفيمر سبحانه قيادة أقا ومات على ذلك إشت إيمان يحول شا يخ ويلأنك داخل غنرك سنخ أصحاب ورشدو إذا أصحابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفيمر أصحابش أفضل أصحاب الأنبياء ويغمري أصحاب شخ قد عبر فيمر أصحاب شخ نايق وسط شخ وقريال في لعبش بيزنش ويفيمر أقا أصحاب شبو لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرسم آل ديلة خير الناس ناخ أقريا ديك نرش قرني شي أصحاب شبوال. الحديث رواه البخاري في سند وغيره إيوارتشو دي سند إمام مسلم في سند إشتا بيت يازين شو آل وأفضل الصحابة المهاجرون أصحاب شبو أقريا بيزنش مهاجر شبو هجرة نرشبو لجمعهم بين الهجرة والنصرة ثم الأنصار وهند أجتار هجرتني ويمر دين غدرني إشيب والاختحان قول بن ديلة توقع أنسى شبوءا. وأفضل المهاجرين هجرة بن شارح أقر بيد برش أقر سيلع برش الخلفاء الأربعة راشدون شاشني صنطي أخي الولوهي خليفو حلغة من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الله عليه الخليل سام. فأبو بكر إذا أبو بكر صديق أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يلشنت أقل يلا حلقة إن دل نرجو إذا من الرجال قون خشخة وصاحبه في الهجرة هجرة يح أصوى فيامر ناق وتخل نرجو إذا وإن مخأرة فيامر ذي السلام خير ثم فيامر أبو بكر أتحن مكرة مد إن هجرة بيشا أرى العوهن ونائبه وصوي فيمر نائبه إذ عليه الصلاة والسلام في الصلاة لام ذح والحج حج يح وخليفته وصوي فيمر خليفته إذ خليفه إذ في أمته في أمته أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة وأبو بكر أخكرخ إباح اندلوشة يوف من شينا قابع قانون بولشناخ أخطيئة بسر الله أبو بكر دنيا خيقا. ثالث عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. توفي أبو بكر صديق الله ريد خليلتنا خلخا في جماد الآخر بطح سنة تأقى قويتلخ هجري تأقى ترحن سنة وتشر شو خلخا إذا شيء قوز أي قوء شو خنيوش. وهؤلاء الخمسة أقا إشتا إواحق نوشل بخي مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب أقا وزيد بن حارثة هم الثمانية الذين سبقوا ناس بالإسلام هين سوى إواحق نوشل إن يوث من تقع بيح قان شارع خوشل بخي سوط أقا أبو طالب قان عيلة حارثة قان زيدة إشتا أقري الناخخ أقري الحلخة بصر الدين بيحكنا شبو قاله إذ آل ابن إسحاق آل يعني من الذكور بيرش ناخخ بعد رسالة فيامر يك إلشنا وذلش وضيح. وعمر شوز لغنك عمر بن الخطاب الله ريد خليلتنا أسلم إذ بصر بيعل في السنة الثالثة من البعثة وفيامر عليه الصلاة والسلام دال وئي تنجه شو جحا تقا يالخلق شرش وح بوصل بيالي بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشر امرأة شوط يخطوط يا شوط ونخي حيث ذوت شوي إشت إمدلن شو جح. ففرح المسلمون به عمر إمدلر بوصل مع بخي بيرخصي ترسر وظهر الإسلام بمكة بعده سوء إمدلن شو جح مكة إسلام قوشة ديلر
استخلفه أبو بكر على الأمة أبو بكر ليل ريد خيل سنة شاد عقل شخيناه أمة في خريف قواتر إذ فأقام بأعباء خلافة خير قيام خلافة شين تدين أن دوشتو إدقة أقا إذا أقر يالغول أحبو شنو قصة إذا حوش دعوة ترئيد إلى أن قتل شاويل شهيد ولش في ذي الحجة بشوح سنة أقا أي قولها شوح يجلي ترحن قوط أي قوء شخن يلش قيلخ شخينا عمري ليل ريز خيلتنا قوط أي قوء شخن خلا وعثمان بن عفان ويل مخأرة عثمان بن عفان عفان كان عثمان أقا ذو النورين أولتنخ شنور داء أولتنخ أسلم قبل دخول نبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم فيمر ليل سلم خلتنا أرقم أيولوش الصحابي شن خوسمي شو وغلي وتوسمي شو أخ أيلخ دعوة ليش أوش خيت شخلاوش أتشو إذا وغلي دعوة سيقاش قول بل بيول بلي بوصول بلئيز كان غنيا سخيا حول دا ولش كم يرشع ولش خلئيز تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب عمر كانت خطاب عمر يتيح خليف خوهتن عثمان باتفاق أهل الشورى شورى برت بغت إلى أن قتل شهيدا شهيد وشوين إذ في ذي الحجة بشح سنة عيد خيطة وشجري أخ ترحنت عن أخ دوز أي إيت شخن يوش على أحد الأقوال أخ حضرت في الخدم يلو عن ديش نشخ حمد اشتا دوز أي إيت شخن خن خلا باختنا أخ شهيد ولوش إقيلخ شخينا دوز أي إيت شدوين وفتليتا وعلي وعر خورش والخليف هو إذا أبو الحسن علي ابن أبي طالب طالب كانت أبو طالب كانت علي وإذ أبو طالب عبد مناف أول من أسلم من الغلمان كيجي بوش بيريخ وقال الحلق إمدي المرقوعين أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر خيبر غازوة بالخشينة طيب مدير سلم خلصن بيرق تيلتن ففتح الله على يديه اشتا اضعيلي يقخلو دارة يحطولا بلر وبويع من خلافة اضعيلنا اخ يخليف خورشتن بيع الدر بعد قتل عثمان عثمان وينشو بيح رضي الله عنهما الله ريد خليفة شنين فكان هو الخليفة شرعا شرع خليف ورعيلة ليل ريد خليفتن إلى أن قتل شهيدا شهيد ورشا ويغلط في رمضان بشح شوط ورشا شرح هجري ترحمت قوط أي قوش وخنخل أبو بكر ومحق ورقل شغنا قوط أي قوش وخنخل عمر قوط أي قوش وخنخل عيلي قوط أي قوش وخنخل وأفضل هؤلاء الأربعة وضحخين ورشوشو ويأ خليفة وزرجة أبو بكر ثم توضع عمر ثم عثمان ثم علي في حديث ابن عمر سديس حديث له رضي الله عنه وأبا ريب خليل تشين سؤال لكل ناس خضر نخير بين الناس ناخ نقاح اشتطول الشورجة يبلغ الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوي بيمر وقام فنخير أبا بكر أبو بكر إي أقر أولي أحجر أولر أخ ثم عمر بن الخطاب أخ عمر أخطاب كانت عمر أولر أخ ثم عثمان بن عفان أخ توقع عفان كانت عثمان أولر أخ ألر رواه البخاري في سندو حديث ولأبي داود في سندو كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم خدرة وخورش أقا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بير ينشع ورش دين أخوص أبو داوس ديتن أخ إشتا أتا عمر بن الخطأ أتا خطأ كان عبد الله ديتن أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر فيمر أمة خ
bu görev vez verip vayfaya maraz yaha Ebu Bakır ve oğulları şef. Sümme Umar, sümme Osman, Sûdiyah Umar ve Sûdiyah Osman'u zâdet abarani şu Sûdiyah kan fi zivaya ve yesma'u zâlike Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fayama mi khidr fela yunkiruhu ahtuotuna inkarlı sayur el. هذا ولم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب هذا ولم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب سودع باخو إشتا أخر تغلو أخر مؤلف حقن دولشتلو لفظ عيل يقاتو خش خلدلو إذا شين سكرين باخذو وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شخ إيه حق إرجع ويبايخ مراد إيه خليف خلاف إذا أبو بكر رضي الله عنه الله يريد خليفة لأنه ولد الأفضلهم تاريخ رز ورقة وأسبقهم تاريخ حلق إلى الإسلام حلق إسلامي ونرق حلق إندي النرقة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فيمر ولن بين قدمه في الصلاة شاثم كشول شخيناح لا مزة إذ حلق ويحقن ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته ولأن بيرك أصحاب شبيرت بغن بيلة لا مزة يحدق يحالق واقع خليف خوار شخيناح يحالق واقع تنبيع الدأ ولا يجمعهم الله على ضلالة لأخطي دالة صحابة اشتذر ديح مش قول الوشبة كل بلد ديح سأب دين الرميستو ثم تود يحا خليف الحق عمر رضي الله عنه لأنه يولون ديلا أفضل الصحابة بعد أبي بكر صحابة شخوز ورقة أبو بكر أو ديح ولأن أبا بكر ولون ديلا عهد بالخلافة إليه شير ديح بشح الله خليف الله شن العدد ثم تودع عثمان رضي الله عنه الله ريت خليط لفضله وذول ديلا وتقديم أهل الشورى له شورى أهل ونوع عثمان حلق بالتأتن ديلا وهم إش المذكورون حق بنرشبهون في هذا البيت فوق بيت يحب علي وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة علي عثماني سعدي ألحي زبيري عوف كانت عبد الرحماني الش الشورى خلبو بلقون خبوع ثم توقع علي رضي الله عنه الله ريت خليط ويعلقوك لفضله إذا وزولون دير وإجماع أهل عصري علي عيرو زامن شو خلبو بلو سحابش الش برت بغن ديلة وهؤلاء الأربعة وحاقين وغشولو هم الخلفاء الراشدون المهديون شنيد خلبرو تاق خلي شبو الذين شبوش قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء حقع ويطيمر آلا ألا عليكم شن تعدوشن بسنة شيطن تسدل رأى وسنة الخلفاء الراشدين من بعد شيط يعبرو نيسون يعبرو خلبرو خليف السنة موجود سيد نيقى عند سيد نيقى ويقيمر نيقى بولون ديل عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ قيل اشتخ تسلو ولشأ وقال يا شنو قال عليه الصلاة والسلام الخلافة بعد 30 سنة خلافة خليفة شيط يحا عي اتشر عليها تردو رواه أحمد سيسنز وأبو داود سيسنز والترمذي سيسنز قال الألباني سألة دالق خيطان بولتنق وإسناده حسن سنسند ديكوان فكان آخرها خلافة علي يحرمج عيل خلافته هكذا قال المؤلف إشت مؤلف آلة أرجينا نقول لنشوء وكأنه أقشى دينشنق جعل دينشنق كرة أق خلافة الحسن أق حسن عيل عبال شوف الله ريد خليلتن جن كانت حسن خليف خارج خلة تقر مؤلف هو أقوته أعلي كانت حسن خليف وشيح كان خنة تابعة لأبيه أقا شدين تنبين إحيوز
شلير رتويبو أو لم يعتبرها حيث إنه رضي الله عنه تنازل عنها يا تؤتي إشتتير جلسدنا هند ألجأي حسنا أقا وتخليف وابتراء وحا خليف بتأديتنا خليف المعاوية يجمل لتو بثونا عن مصلحة ديش فخلافة أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر ديال ريس خيطنا خليف ورشمالي الخنى ألجأ سنة ثانية وثلاث أشهر وتسع ليالي أخلى أبو بكر شن شراح قعب التحي إثبي سنجوح أقا خليف لحتم قيد طلق ربيع الأوليرة حيث طلق هجري شريرة عيش وضخ جماد الآخرة بوغش بكي قد شلطة أقا قيد طلق هجري شريرة وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام عمر خليف ورش يلخن إت شوي يلغبوت قديدان أي قدلخ جماد آخر بالتيرة قويتلخ حجري شرير عدو بالله أي يلخل دين حجة بيتي قتلت أي قدلخ حجري شرير وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما عثمان خليف ولوش يليوش الخن شيت ديت إخيلش شيت شو خن خلشير حال خرش محرميرة أقاد عي دؤلخ هجري ترحميرة إلى دي الحجة سنة عي خيط طلخش ذي الحجة أقا بيتي قاتشة تطعي خيط طلخش شر أقا هجري ترحميرة وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر عيل خليف وشيخ قنوش الخن دي شوي إثبوت بو طعيس تلخ ذي الحجة تيرا أي قيد تلخ هجري ترحيرا إلى 9 رمضان طعيس تلخ رمضاني قاتشة شوط تلخ هجري شرير فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة إن أطبي أني إش خلف مش ميالي اللي مش الخن 29 سنة و6 أشهر و4 أيام إش خلف مش ميالي مش الخن 29 سنة تاق أي إس شؤدو و6 أشهر يالغبوت بو دي دئدو ثم بوي الحسن بن علي عيلك أنت حسن بيعة دينير توب يا الله ريز خلية وشيننا يوم مات أبوه علي رضي الله عنه تندى عيلة ولش دين شوح وفي ربيع الأول السنة ربيع الأول بط شوح شوط أي تعلق شر هجري ترحنس سلم الأمر إي أرخ الله وتحسن عيلر إلى معاوية به إلى غير خلط شننا وبذلك أتن ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم قيام رئيس بلغلو بوشو ديلر تؤدلو الخلافة بعد 30 سنة أقا شيل يحا خلافة الخليفة أي إتشار شوح لا تردو سود على عدري باتش حال خلو وقوله إشت أت قيام رئيس تؤال خلدلو أقف الحسن حسن حق عالك أنت إن ابني هذا سيد ترشيك أنت إيره ولعل الله أن يصلح به الله مصلحة إيرك قدشيك أنت حسن إبه عندنا بين فئتين عظيمتين من المسلمين بثوا منها يقشن طوبا يبتح أعلى روى البخاري في الحديث نقطع قاتش ويلوي لا توفيق ليل لا انخيفا بويل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.